انظر إلى موضوع اجتياح لبنان، أعلنوا أنه اجتياح محدود وبعض القرى في الحدود، هذه كلها كذبة طبعاً. هم يريدون أن يجسوا نبض المقاومة في جنوب لبنان، إذا كانت قوية يتراجعوا ويقولون نحن قلنا من البداية أن العملية محدودة، وإذا رأوها مرتخية أو نوع من الضعف فيها يتمددون إلى داخل لبنان. أنا أعتقد هناك رزمة من المقترحات قدمت من قبل مجلس الشورى الإسلامي إلى مجلس الأمن القومي الإيراني، هناك كثير من المقترحات موجودة الآن على الطاولة، وأعتقد أن هل الأيام من ضمنها ضربة إيرانية لإسرائيل سواء في غزة أو في لبنان أو في العمق الإسرائيلي، أم هذا الموضوع ما زال مؤجلا؟ أنا أعتقد الضربة جاهزة وربما قريبة جدا، الكيان الصهيوني سيتلقى ضربات قوية ورادعة ومزلزلة، وسيفرح أهلنا في غزة على المفاجآت التي ستحصل. وأعتقد أن المقاومة في لبنان والمقاومة في فلسطين وكذلك محور المقاومة هذه معلومة لو استنتاج سيد أمير، أنا أعتقد أن الأمور جاهزة لتأديب وضرب هذا الكيان الذي بدأ يتطاول بصورة غير طبيعية وعبر الخطوط الحمر، وبما أن الولايات المتحدة الأمريكية تبنت كل جرائمه فهي يعني مشتركة بهذا نعم بهذا الاعتداء، وأعتقد أنها ستؤدب كذلك في المنطقة.